كذا. نعم. الحسابات هي كذا، ولكن نعود لملخص الفوز الكبير والهام لفريق مولودية البيض أمام اتحاد بالسكر. نتابع سويا مسؤول. على ملعب الرائد زكريا المجدوب استقبلت مولودية البيض الضيف اتحاد بسكرة في إطار الجولة 28 من بطولة المحترف الأول. المرحلة الأولى من اللقاء كانت السيطرة والضغط من طرف المحليين بتضييع عدة فرص ثمينة لهز شباك الضيف، فلا ملال ولا بن ميلود استطاعوا تسييدها إلى أهداف. وفي الدقيقة 22 مخالفة لمولودية البيض وتم تنفيذها من طرف اللاعب ملال، لكن ببراعة يصدها الحارس عامري ويخرجها للركنية. لتليها محاولة كمال بن ميلود في الدقيقة 38 لكنها جانبية، في حين محاولة محتشمة من طرف اتحاد بسكرة لكن دون جدوى. في الدقيقة 44 يعلن الحكم عوين سعيد ضربة جزاء لصالح فرسان الهضاب بعد عرقلة اللاعب بالإعلام جمال في منطقة الجزاء، وتم تنفيذها من طرف اللاعب السيراوي يوسف الذي فتح باب التسجيل لينتهي الشوط الأول الذي كان شوطا للمحليين. المرحلة الثانية تحركت الآلة الهجومية لاتحاد بسكرة، فلا بالي ولا بالقاسمي استطاعوا فك شفر الدفاع المولودية، وبنفس السياق فرص ثمينة للمحليين لمضاعفة النتيجة، فلا مروان ولا كمال بن ميلود ولا ملال جسدوا هذه الفرص إلى أهداف حقيقية. في هجمة معاكسة من طرف اتحاد بسكرة في الدقيقة 70 استطاع البديل تمار من تعديل النتيجة برمية أسكنها شباك الحارس مرسلي عبد القادر. بعدها رمى أشبال المدرب عبد الحق بكل ثقلهم في الهجوم والمحاولة بكل الطرق من أجل التسجيل في عدة فرص إلى غاية الدقيقة 77 بعد مخالفة مباشرة من طرف اللاعب ملال يسكنها شباك الحارس اتحاد بسكرة ليضاعف النتيجة لصالح فرسان الهضاب. في حين محاولة أخرى للضيوف لكن دون تسجيلها إلى أهداف لتبقى حرارة لاعبي المحليين متزايدة في إهدار